بيتعمى لكن بيستغل حاسة السمع عشان ينقذ بنته من عصابة خطيرة. بتبدأ أحداث الفيلم في قاعة المحكمة وبنشوف زينة وليه وبنعرف إنهم بيحبوا بعض، وبنعرف كمان إن زينة محامية واحد اسمه كون واللي بيكون بيتحاكم بتهم كتيرة منها القتل والاعتداء. وفجأة بيقوم ليه وبيضرب نار على كل اللي في المحكمة، وبتنضم له مجموعة بنعرف إنهم رجالته، وبيوصل لرجالة كون عشان ينقذوه، لكن فجأة زينة وليه بيرموا قنابل وبيقتلوا كون. وبنرجع فلاش باك بالأحداث وبنعرف إن كون قبض على زينة في الماضي وكمان اعتدى عليها قدام ليه. كان وقتها ليه مش قادر يعمل حاجة بسبب قوة كون ونفوذه، ولما حاول ليه يضرب كون بالنار كان المسدس فاضي، وساعتها وعدوا ليه إنه هيدفع التمن غالي. وفي وقت المحاكمة كان في فرقة تدخل سريع موجودة بره قاعة المحكمة عشان تأمن كون وما يعرفوش إنه خلاص مات، وبيكون معاهم ضابط اسمه جو بيسمع صوت الرصاص، فبيخترق مبنى المحكمة من غير أي أوامر، وبيحصل تبادل إطلاق نار بين رجالة ليه والشرطة. وساعتها زينة بتعمل نفسها محتجزة لكنها بتغفل جو وبتضربه بالسكينة فجأة في ظهره، وبيقدر جو يفلت منها ويقبض عليها وعلى ليه، لكن ليه بيفجر قنبلة وبتكون النتيجة إنه بيموت وكمان جو بيتعمى. وبتفضل زينة تعيط جنب جثة ليه وبيتقبض عليها وبتفضل تتوعد إنها تنتقم. وجو بيتنقل للمستشفى وبنشوف الدكتور بيعرفه إنه فقد بصره للأبد ومفيش أمل يرجع تاني، وما بيكونش في حياة جو غير شخصين هما بنته سيا وصديقه اللي يعتبر زي أخوه. وبيكون جو بعد الحادثة متأثر نفسيا باللي حصل، وبنته وصاحبه بيحاولوا يخففوا عنه. وفي أول أسبوع بعد الحادثة بيكون عصبي جدا وعمال يكسر في كل حاجة لأنه خسر بصره ووظيفته وكل حاجة تقريبا. كان أسوأ وقت بيعدي عليه لما بنته مش بتكون معاه، لأنه كان بيحبها وكمان كان بيرتاح قوي على صوت الكمان اللي بنته بتعزفه. ومع الوقت بيقدر جو يقلل من عصبيته، وبيكون عزفها ده هو الطريقة الوحيدة اللي بتهديه. وبيبدأ جو يطور مهاراته ويعتمد على سمعه بعد ما عينه راحت، وصديقه بيتذهل لما بيلاقيه قادر يحدد مكانه من غير حتى ما صاحبه يعمل صوت. بنشوف جو هو بيتدرب نفسه على سرعة رد الفعل وتحديد الأماكن، وبيستخدم الكور المطاطية في التدريب. وبعد 6 شهور من الحادثة بنشوف جو وسيا بنته رايحين مهرجان الموسيقى اللي بنته مشاركة فيه، وبنعرف ان في الوقت ده زينة موجودة في السجن، وبنعرف كمان ان كون اللي مات ليه ابن اسمه كانج مكمل طريق ابوه في الإجرام ومصمم ياخد طار ابوه اللي مات. وأول مهمة بيكون عاوزها كانج انه يقتل زينة، وعشان كده بعت التماس عشان زينة تتنقل لسجن هو باسط نفوذه عليه، لكن زينة بتتوقع ان ده اللي هيحصل وبترفض تمضي على الالتماس. وبنرجع تاني لسيا وجو اللي بيوصلوا لمكان المهرجان، وبتتفاجئ سيا ان الكمان بتاعها ضاع وبيختاروا بنت غيرها تعزف، وبتفضل هي في الكواليس لوحدها وبتبدأ الحفلة. ولما بيشتغل العزف أبوها بيدقق في السمع وبيعرف ان بنته مش في وسط اللي بيعزفه، وبنعرف ان بنته اتخطفت في عربية، ولما جو رن عليها التليفون اتفتح وسمع صراخ بنته، وبيجري جو للجراج لكن جريه كان مضطرب لانه مش شايف ومش بيلحق العربية اللي بنته فيها. وبيتصل جو بالبوليس وبيعرفوا انهم لقوا جثة بنت مقتولة جنب النهر وجثتها متشوهة بمية نار، لكنه بيوصل للمكان وبيمسك ايد البنت اللي البوليس بيقول انها بنته، ومش بيلاقي ان الاوتار بتاعت الكمان معلمة في صابعها، فبيتأكد ان دي مش بنته. والظباط مش بيصدقوه وبيقولوا له ان البطاقة الشخصية بتاعت بنته موجودة مع الجثة، وده سبب كافي بالنسبة لهم عشان يقولوا انها بنته. ساعتها بيتعصب جو جدا على الظابط وبيضربه، والحادثة بتتزع في التلفزيون، وزينة بتشوف الحادثة وبتفرح جدا بالمعاناة اللي جو فيها. بيروح جو لمدينة مانيلا وبتعرف زينة ان جو بقى عايش هناك، فبتطلب انها تتنقل لمانيلا، وفعلا بتتنقل وهي راكبة عربية مصفحة ولابسة قناع على وشها ومربوطة بالسلاسل. وفجأة في قنبلة بتنفجر جنب العربية اللي هي منقولة فيها، وبتكون مخبية معاها سلاح بتخرجه فجأة تقتل كل الحراس في أقل من دقيقة. بتهرب من العربية وبتقدر كمان تقتل الضباط اللي كانوا في التأمين مع نقلها. وكانج لما بيعرف باللي حصل بيتنرفز جدا، بيقتل واحد من حراسه من كتر عصبيته. بيفضل يقول لرجالته انه لازم يلاقي زينة ويقتلها عشان ابوه يرتاح بعد ما مات. بنرجع تاني لجو اللي بيكون لسه قاعد مع ضباط البوليس، وبيتأكد من كلامهم انهم مش هيساعدوه وانهم مش مصدقينه، وبيكونوا قابضين عليه عشان ضرب زميلهم. ولما بيفقد الامل في انهم ممكن يصدقوه ان بنته لسه عايشة بيحاول يهرب، وبنلاقي واحدة لابسة لبس ضابط بتحاول تساعده، وبناخد بالنا انها زينة. وبنشوف سيا وبتكون اتخطفت من عصابة كانج، اللي بيكون معروف عنها انها مشهورة بخطف البنات من اماكن مختلفة في العالم، وكمان بيخلوا البنات دي تشترك في عروض على مواقع الديب ويب. وبعد ما كانج بيشوف سيا بيعجبه جمالها وبيعرض عليها سعر عالي جدا عشان يبيعها. بنرجع تاني لزينة اللي بتبدأ تتعاون مع جو، وبتقول له كمان هو ممكن يلاقي بنته فين، وبتعرفه ان من الاخر كده البوليس مستحيل يساعده، وان اغلب ضباط البوليس بياخدوا رشوة عشان يسكتوا، وحتى اللي مش بياخدوا رشوة بيكونوا خايفين جدا من كانج وعصابته. وزينة بيكون في نيتها انها عاوزة تقتل جو لكن متعاطفة معاه بسبب بنته، وبتقرر زينة انها تلعب دور الطعم عشان تقدر توصل جو لمكان بنته، وبيوصلوا الرقم تاجر بيوصلهم بست عجوزة بتكون هي الوسيط في بيع البنات. والست مجرد ما شافت زينة وافقت، لكنها كانت شاكة في جو وقلقانة منه،
بس في الاخر بعتت زينة للمكان ومسكت الست العجوزة مسدس ووجهته ناحية دماغ جو، لكن لان جو مصحصح وحاسة السمع شغالة كويس قدر يفلت منها. بنشوف بعد كده بس مباشر على ديب ويب وبنشوف سيا بنت جو وهي بتعزف، وكانج وقف البث لان سيا عجبته ولما قرب منها هجمته لكنه ضربها. بيوصل جو زينة للمكان اللي فيه البنات لكن بيتعمل لهم كمين وبيتمسكوا. بنشوف زينة وجو هما بيتعذبوا والعصابة بتكون متغرق زينة في حوض مية، وبتروح واحدة من عصابة كانج تقول له احنا بنعذبهم وخلاص هيموتوا، خصوصا انهم كانوا رابطين جو بالسلاسل ومعلقينه، كانوا بيقدر يكسر السلاسل ويقتل الحراس وبيقدر كمان يكسر حوض المية اللي زينة بتكون بتتعذب فيه وبيقدر ينقذ حياتها. لكن لما الست بتاعت عصابة كانج بترجع بيقدر جو زينة اللي فكوا نفسهم يمسكوها، وبتحط زينة حتة ازاز على رقبتها وبتكون خلاص هتموتها، وبيسألوها عن مكان سيا، والست بتحس انها خلاص هتموت وبتأكد لهم انها مش عارفة مين فيهم سيا، وبتعرفهم كمان ان كل البنات موجودين مع المساعد بتاع كانج اللي بنعرف ان اسمه ماي. وبعد ما زينة بتاخد المعلومات اللي هي عاوزاها من البنت بتاعت العصابة بتقتلها، وبعدها زينة بتاخد جو على بيته وبتعرفه ان ده بيتها، لكن ده في الحقيقة بيكون بيت ضابط هي قتلته لما كانت بتهرب من السجن. وكانج بيعرف ان في بنت من عصابته اتقتلت، بيبعت رجالته عشان يدوروا على جو زينة، وبيكون ماي المساعد بتاع كانج موجود معاهم. لكن بيقدر جو زينة يعملوا لهم فخ وبيفتحوا صوانة الغاز عشان تنفجر اول لما رجالة كانج يوصلوا، وده اللي بيحصل فعلا. ومي بيهاجم جو لكنه بينط من الشباك وبيقدر يربطه بالحبل ويسيطر عليه مع انه مش شايفه، وبيقدر جو ياخد مي عشان يوديه المكان اللي البنات محبوسين فيه، وبيوصلوا لكن سيا بنت جو مش بيكون موجودة. وبنشوف الشرطي راما اللي بيكون بيحقق في القضية وبيحاول يتابع كل المستجدات اللي فيها، وصديق جو بيروح ويسأله عن الجديد في القضية، لكن راما بيعرف صديق جو ان لسه مفيش معلومات كافية تخليه يقدر يوصل لحاجة مهمة. بنرجع تاني نشوف زينة وبنلاقي جو فجأة حط سكينة على رقبتها وبيسألها انت مين، لانها كل ده مش بتكون كشفت له حقيقتها، وبيكون جو شكي فيها لما شم ريحة جثة عفنت في الشقة اللي هي فيها، وبيقولها انت بتكدبي لان دي لو شقتك فعلا مش هيبقى فيها جثث. ساعتها زينة بتعيد نفس الكلام اللي قالته وقت لما ليه مات، وبيقول لها جو انت مجنونة. بيوصل صديق جو بيكون مي موجود في المكان، وصديق جو بيوجه المسدس لزينة لكنه ما بيقتلهاش، خصوصا انها قتلت مي اللي كان اخر واحد ممكن يعرف مكان سيا بنت جو. وبما ان زينة كشفت نفسها خلاص لجو لما كررت له نفس الكلام اللي اتقال لما ليه مات، فبتقول له اختار بين صاحبك وبنتك، لازم تختار ان واحد منهم يموت. ومن غير تفكير طبعا جو بيختار ان بنته تعيش، وبيحدف السكينة على صاحبه. لكن بناخد بالنا ان الحدفة كانت باحترافية على الرغم انه مش شايف، وان السكينة مش بتموت صاحبه لكنه بيمثل انه مات. وبتفرح زينة لما قتله وبتقوله طالما اخترت ان صاحبك يموت يبقى بنتك هتعيش، وانا هعرفك مكانها. وبيركبوا مع بعض العربية، وفي الطريق بتبدأ تحكي له عن ماضيها وان ابوها باعها وهي صغيرة لعصابة، وان ليه كان الوحيد في حياتها، وبتعرفه انها هتوصله لبنته لكن هتقتله قدامها عشان تنتقم لموت ليه. وعلى الرغم من كده بيوافق جو، بيقول لها اهم حاجة اكون مطمن على سيا. وبيوصلوا بعدها لتاجر اسلحة في السوق السوداء، والراجل ده هو اللي كان وصيب بيع زينة قبل كده لعصابة، وزينة لما بتشوفه بترد له الجميل وبتقتله. وبيدخلوا بعدها المخزن وبيوصلوا العربية مليانة اسلحة، وجو بياخد اسلحة وكمان بياخد كرات مطاطية زي اللي كان بيتمرن بيها زمان. تطلع سيف بس مباشر في الديب ويب، وكانج بيخيرها عايزة تفضل معاه ولا يبيعها، لكنها بتبص في عينه وبتأكد له ان ابوها هينقذها. وفجأة بيلاقي عربية جو بتقتحم المدخل بتاع مكان العصابة، وبتبدأ تضرب نار على رجال كانج، وبتكون محمية من الرصاص في العربية. وجو بيرمي كرة مطاطية ناحية سيا اللي بتفهم ان طالما الكرة دي موجودة يبقى ابوها في المكان وهيحميها. وبيبعت كانج رجالته عشان يتعاملوا مع زينة، لكن زينة وجو بيكونوا دخلوا جوه مكان العصابة وبيقتلوا كل الحراس. وما بيفضلش في الاخر غير كانج وواحد من رجالته، وبيتخلى الراجل عن كانج وبيقول له انت كده خلاص ميت ميت. فعلا زينة بتقدر تقتل كانج، لكن قبل ما بيموت بيكون علق قنبلة موقوتة على ظهر سيا، وزينة بتعلق سيا بسلسلة حديد. لكن سيا بتتصرف بذكاء وبترمي لابوها الكرة المطاط في الاتجاه اللي موجودة فيه زينة، وبيقدر ابوها زي ما كان بيتمرن زمان يحدد مكان زينة ويقتلها. لكن بتفضل مشكلة القنبلة اللي خلاص هتنفجر، وفي الوقت المناسب بيوصل صديق جو اللي ما ماتش طبعا، وبيقدر يفك القنبلة وينقذ سيا. وفي النهاية بنشوف جو بيتسجن عشان يقضي عقوبة كل اللي عمله، وبتروح سيا وصديقه دايما يزوروه ويهونوا عليه. وبس كده بتنتهي احداث فيلمنا. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل جديد بنقدمه، واستنونا في افلام جاية كتير. ولو في فيلم عايزنا لخصولك اكتبه في التعليقات، وسلام.